توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إلى اتفاق لتقسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات. وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي إن الجانبين اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم اتفقا على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلا. كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء، وعلى إقامة تحقيق شفاف ومستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي. عمر الداجر القيادي بقوى الحرية والتغيير قال إن هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا بداية عهد جديد. أما نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان نقلو الذي يرأس قوات الدعم السريع فقال إن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً. وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على 2/3 مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاماً في 3 يونيو/حزيران، مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.